صحبه أجمعين. وبعد، نواصل الكلام على حديث أبي هريرة، وهو حديث الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان وواقع أهله في نهار رمضان. وقد عرفتم بعض الأحكام التي تعلقت بهذا الحديث، وكذلك عرفتم بعض الآداب، وأن الرجل الذي وقع منه هذا الأمر جاء مبهما في هذه الرواية، وجاءت بعض الروايات فصرحت بأنه سلمة البياضي، وقيل سلمان، والأصح هو سلمة البياضي. فالروايات الحديثية يفسر بعضها بعضا، وما كان مبهما في رواية يأتي مصرحا به في رواية أخرى. والإبهام والمبهمات في الكتاب وفي السنة، فالقرآن فيه مبهمات، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. وجاء رجل، هذا مبهم، من هو الرجل؟ ما اسمه؟ من يكون؟ هذا يسمى علم المبهمات. المبهم والذي لم يسمى، كرجل، كامرأة، جار، جاء جار لنا، مبهم، من هو؟ مبهم. المبهم هو الذي لم يسمى، وهكذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من هم هؤلاء الناس؟ من هم؟ وهكذا، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. من هو هذا الذي قال هذا الكلام؟ فإذا هذا يسمى علم المبهمات في القرآن، وعلم المبهمات في السنة أيضا، جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله من هو هذا الرجل؟ أقبل أعرابي فقال يا رسول الله. جاء رجل من بني القيس، جاء رجل من كندة، جاء رجل من قريش، جاء رجل من بني فلان، جاء حبر من أحبار اليهود، من هو؟ جاء وفد من كذا، من هم؟ هذا يسمى المبهم، وهو علم من علوم الحديث، يتتبع المحدثون الروايات ليكشفوا من هو هذا المبهم، من سيكون. فأحيانا يدركون هذا المبهم. والمقصود أن هذا الرجل الذي وقع في هذا في المحظور في نهار رمضان جاء معترفا، وهو يقول لقد وطئت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا انتظار النبي يحتمل أمرين، أو أمرا من أمرين، إما ينتظر الوحي، وإما أنه عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر هذا الرجل. فجيء بعرق، والعرق قلنا هو القفة أو الزنبيل، ونقول نحن في لغتنا القفة، وهو الزنبيل، وهو وعاء، وعاء من الأوعية. جيء بهذا العرق ويصنع أو يكون من
من جريد النخل في الغالب، من جريد النخل. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فتصدق به. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الأعرابي: رسول الله، ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة. اللابة قلنا هي الحارة، هي الحارة، هذه حارة عين الشق، هذيك حارة سبتة، هذيك حارة إفريقيا، هذيك حارة درب السلطان مثلا، الحارة. فإذا هي مثل المقاطعة التي يقال لها اليوم مقاطعة، فهي بهذا المعنى. قال: لا يوجد ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى هذا التمر مني، أنا أحوج الناس إلى هذا التمر. فبدت نواجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، وقال: اذهب فتصدق به على أهلك. خصال الكفارة هي ثلاثة في هذا الحديث، كل واحدة تسمى خصلة من خصال الكفارة، وهي: هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ الشارع رتب أم خير؟ إذا قلنا رتب سنبدأ بالعتق، ثم بعد العتق صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن قلنا على التخيير فهو يخير بين هذه الخصال، وهي ثلاث خصال وتسمى مراتب الكفارة، والصواب أنها مرتبة وليست على التخيير، لقوله عليه الصلاة والسلام: هل تجد عتق رقبة؟ لما قال له لا، قال له: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا، قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينة؟ هل تستطيع إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. إذن هي على الترتيب وليست على التخيير، ومعنى ذلك أنه لا ينتقل إلى خصلة إلا بعدما يعجز عن خصلة، فلا يترك العتق إلا إذا عجز عنه، ولا يترك صيام شهرين متتابعين إلا إذا عجز عنها. وهكذا أمره، هكذا أمره، هكذا أمر الترتيب، هكذا أمر الترتيب. جزاك الله خير. معليش معليش معليش، حطوا جيب، حطوني حطونك، استريح. هكذا أمر الترتيب وليس أمر التخيير، إنما قضية الخصال ذكرتنا بقصة من القصص المذكورة قديما في كتب العلم. حط يديك، حط يديك، حط يديك، تبي تخرج تفضل. القصة وهي أنه أنهم ذكروا أن بعض الحكام الذين يمتلكون المال استفتى بعض العلماء قديما، فقال له: ما كفارة من أفطر في رمضان متعمدا؟ ما كفارة من أفطر في رمضان متعمدا؟ وكان الأصل لهذا العالم أن يتدرج معه كما تدرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي، هذا الأصل، أن يقول له: هل تجد عتق رقبة؟ فإن لم يستطع فالصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن هذا المجتهد من أهل العلم قال له: صيام شهرين متتابعين. ماذا صنع؟ قفز ولا ما قفش؟ انتقل، قفز، لم يرعى الترتيب، ما قالوش الأول هو عتق رقبة، لأن ذاك الحاكم يستطيع عتق رقاب لأنه يمتلك المال ويمتلك الرقاب فيعتقها، يمتلك المملوكين ويمتلك السراري ويمتلك الفتيان والفتيات وهن الخدم
يمتلكهن يستطيع أن يعتق. النساء عود فقال له الحاكم كفارة من أفطر متعمدا في رمضان هو ما هو؟ صيام شهرين متتابعين. لم يذكر له الأولى ولا الثالثة لأن الثانية هي أصعب من الأولى بالنسبة لهذا، وكذلك الأخيرة هي سهلة عليه، إطعام 60 مسكينة. فهل يجوز الاجتهاد في مثل هذه الحالة؟ وهل راعى هذا المفتي العالم المفتي، هل راعى الحال وسد باب ذريعة على من يتوقع أن يستبيح حرمة الشهر وينتهك حرمة رمضان فيفطر ويقول إن لي كفارة فسوف أعتق الرقاب لأنه يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام. ولكن الحديث رتب وهذا هو الأصل، فالوجوب الأصل هو البداءة بالعتق كما هو صريح في الحديث. قال هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. إذن هذه هي خصال الكفارة. أما عتق الرقبة فهو معلوم، وهي عتق رقبة مملوكة تحريرها وشراؤها، وسوف تكون بذلك حرة طليقة ليس لأحد عليها ملك ولا يمين. وقد ضيق الإسلام، ضيق على الرق وأغلق طرقه أو مساربه شيئا فشيئا، فكثير من أحكام الشريعة الكفارة فيها تبتدئ بعتق رقبة. لما عتق رقبة في كثير من الأحكام؟ لما؟ لأن هذه كفارة معتبرة، وكثرة العتق كثرة العتق سوف تضيق على وجود الرق، فالرق ليس متعلقه اللون، مش الرقيق هو الأسود، قد يكون الرقيق أبيض. كم من الرقيق وهم بيض البشرة، وبعضهم يعتقد أن الرقيق هم السود. لا، الرقيق هو المملوك وهو الفتى، ولهم أحكام، لهم أحكام. فالمقصود أن بهذه أن جعل العتق خصلة من خصال الكفارة فيه نشر للعتق وتضييق على الرق لكي يزول الرق شيئا فشيئا. ولذلك زال الرق في معظم العالم ولم يعد الآن إلا في جهة قليلة أو في بعض مناطق قليلة، لا نستطيع أن نحدد أو نذكر، لكن يوجد. وأذكر أن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله جاء من إفريقيا وهو يمتلك عدة أعبد، وأنا رأيتهم
وكان بعضهم يأتي إليه يزوره في شارع الأعمدة بالحرة الشرقية بالمدينة المنورة، وكان يأتي لزيارته. وما زلت أذكره وأذكر اسمه، وإذا لقيته الآن في الحجاز أعرفه وأسلم عليه. فلما أمرت المملكة السعودية بإلغاء الرق، الشيخ حماد أطلق هؤلاء الرقيق، وإلا كانوا خدما له وكانوا ملكا له رحمة الله عليه طيب الله ثراه. فإذا التقديم كما قدم الحديث. وهل هذا الترتيب الذي رعاه الحديث هل هو مستحب أم واجب؟ تميل عبارات العلماء إلى أنه من المستحب أن يبدأ بالعتق، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، وأن هذا الترتيب هو المستحب وهو الأحسن والمقدم والأفضل الذي يراعى، لكن ليس واجبا عند أكثر أهل العلم، لا يذكرون الوجوب وإنما يذكرون استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث. وبعضهم ذكر بعض تفاصيل في هذا الباب لا نطيل بذكرها. ثم قضية أخرى، وهي أن في بعض ترتيب أو في بعض روايات الحديث، هذا الحديث وردت رواية مختصرة في الصحيحين، وهي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال له تصدق، فتصدق ولم يذكر فيه أي في الحديث غير ذلك، وهي رواية مختصرة ورد في هذه الرواية في الصحيح أن رجلا حصل منه ما حصل في الإفطار في رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق، فتصدق ولم تذكر الرواية إلا الصدقة، وهي رواية يحكم عليها العلماء بأنها مختصرة، والرواية المختصرة لا تلزم في الحكم التفاصيل أو لا تذكر التفاصيل، فيرجع إلى الرواية المفصلة التي ذكرت التفاصيل، فالعمدة هي الروايات المفصلة، فما أجمل في رواية قد يفصل في رواية أخرى، والاعتماد على المفصل وليس على المختصر. فترتيب هذه الخصال والتخير فيها معروف، وروي عن مالك رحمه الله أنها على التخير وليست على الترتيب، أنها على التخير، وأن الذي ارتكب شيئا مما ذكر من المفطرات في رمضان أنه مخير، وقال الشافعي هي على الترتيب، هي على الترتيب، وكل يستدل على ما ذهب إليه، فالمالكية القائلون بالتخير يستدلون على التخير، والشافعية ومن معهم القائلون بأن الأصل هو الترتيب وليس التخير يستدلون على ذلك. الشافعي رحمه الله حين يقول هي على الترتيب وليست على التخير، استدل الشافعي في الوجوب بالترتيب في السؤال، أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب السؤال للأعرابي الذي وقع منه المفطر في نهار رمضان، رتب له السؤال كما في لفظ الحديث، فاستدل الشافعي بالترتيب على الوجوب وأنه ترتيب في السؤال، قال هل تجد، فلما قال له الأعرابي لا
قال في الثانية هل تجد؟ فقال الأعرابي في الثانية لا. فقال هل تجد؟ في الثالثة فقال لا أجد. فأسلوب الحديث استدل الشافعي بأن هذا الترتيب في السؤال دال على الترتيب في الوجوب. الترتيب في السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي دال على الترتيب في الوجوب، فهما مرتبطان ومتلازمان. في بعض ألفاظ الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تجد رقبة تعتقها، ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعده. وهذه الروايات كلها تصب مصبا واحدا، وكلها تؤدي إلى معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب له الأسئلة سؤالا بعد سؤال، ولا ينتقل إلى سؤال ثاني إلا بعدما يعجز الأعرابي المسؤول عن السؤال الأول، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث. والمقصود أن الشافعية على الترتيب والمالكي على التخيير. وطال النقاش بين العلماء ونازع في ذلك القاضي عياض اليحصبي رحمه الله، كعادة أئمة المذاهب أنهم ينازعون بعضهم ويجادلون بعضهم، فهو جدل فقهي وحوار فقهي وعلوم وأدوات أصولية وعربية لغوية وأدوات استنباط وفهم يستخدمها العلماء في الجدل الفقهي. ليس الجدل الفقهي عبارة عن رغبة في الجدل، عن رغبة في الجدل والجدل العقيم، لا، هو مناقشة للعلم، ويحق للمتفقه وللفقيه قبل المتفقه، يحق للجميع أن يناقش بالعلم وأن يذكر ما يهتدي إليه في أبواب العلم، وأن يكون له أدلة على ما يذهب إليه في أبواب العلم، ولا ضير عليه في ذلك ولا عتب عليه في ذلك، شريطة أن يكون الحوار علميا وأن يكون بأدلة، وأن يرعى فيه المتحاوران، أن يرعوا فيه الأدب العلمي عند النقاش وعند الجدل، وألا تصدر منهم العبارات المشينة والتعبيرات الخاطئة وما شبه ذلك. فإن الأدب في العلم مطلوب. ها هم العلماء يجادل بعضهم بعضا ويتنازعون في العلم. يقول نازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك.
صل على مما ينازع به القاضي عياض والمالكية والفقهاء المخالفون للقائلين بالترتيب، وهم القائلون بالتخير. القائلون بالتخير يستدلون بدليل حديث كعب بن عجرة. ما هو حديث كعب بن عجرة؟ هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي رويت له روايات، ومنها رواية في الصحيحين أنه أقبل في الحج على النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم بالحج، والقمل يتناثر على وجهه، والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد عتق رقبة أو أعتق رقبة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أو أطعم 3 مساكين، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، وهي فدية الحج. ففدية الحج إما أن يذبح شاة، عفوا، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام. فمن وقع مثلا في تغطية رأسه، والأصل في المحرم أنه لا يغطي رأسه، أو حصل منه أنه قص أظافره أو أخذ من لحيته، والأصل ألا يفعل، فيقال له، يقال لهذا الفاعل في الحج، يقال له هذه الخصال 3، فهي إما شاة، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين. قال القاضي عياض: جماعة المالكية والمخالفون للشافعية قالوا إن هذه الخصال 3 في الحج، قالوا هذه خصال على التخيير وليست على الترتيب، فلا يقال له ابدأ بشاة فإن لم تجد، فصم 3 أيام فإن لم تجد، أطعم 6 مساكين. يفعل من 3 ما يبدو له وما يريد، فإما شاة وإما 3 أيام صياما، وإما 6 مساكين إطعاما. استدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقالوا إن هذه الخصال المذكورة في التكفير في الحج، في الفدية في الحج، قالوا هي على التخير وليست على الترتيب. قالوا: وكذلك حديث الأعرابي هو على التخيير وليست على الترتيب. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. أتؤذيك هوام رأسك؟ الهوام القمل هوام، والبق هوام، وكل هذه الحشرات تسمى الهوام. أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وهو محرم، احلق رأسك وهو محرم بالحج، ويمنع المحرم من قص الشعر ولا من حلق الشعر، لكنه سوف يضطر إلى حلق رأسه للضرر الذي التحق به، وسوف يفدي، والفدية هي هذه المذكورة. قال عليه السلام: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فاستدلوا بهذا، ورد الشافعية على هذا، وأن الحديث أن الحديثين مختلفان في صيغتهما. فالأول حديث الأعرابي فيه السؤال عن كل واحدة هل تجدها، ولا ينتقل إلى الأخرى إلا بعدما يقول المسؤول: لا أجد. لكن حديث كعب يختلف في لفظه، وطال النقاش بين أهل العلم في ذلك. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد عتق رقبة؟ أطلق النبي الرقبة أو قيدها؟ أطلقها، قال: هل تجد عتق رقبة؟ فهل الإطلاق
يعني أنه يعتق رقبة مسلمة أو رقبة كافرة، أم لا بد أن يكون العتق للرقبة المسلمة؟ والمقصود أن بعض أهل العلم قد احتج على برواية الإطلاق أو بهذه الرواية المطلقة على أنه يجوز عتق رقبة كافرة في الكفارة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز في الكفارة أن تعتق رقبة كافرة، لكن أكثر أهل العلم والجماهير على أنها لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، وذلك حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل، فكفارة القتل لا بد فيها من رقبة مؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فوصف الله الرقبة التي يقدمها قاتل الخطأ أن تكون رقبة مؤمنة. قال أهل العلم: فما أطلق في رواية الأعراب هنا في الرقبة ولم تقيد بالمؤمنة فقد قيدتها الآية التي وردت في القتل، ففهم الناس أن المراد بالرقبة التي يجب عتقها هي الرقبة المؤمنة وليست الكافرة. واستدلوا أيضا على أن المراد الرقبة المؤمنة لنفهم الفقه. شوف العلماء كيف يستجلبون الأدلة. استدلوا بحديث السوداء لما قال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما قال اعتقها فإنها مؤمنة أطلق العتق في الرقبة المؤمنة وليست في غيرها، فهذا الوصف ملازم للرقبة حين تذكر في الشريعة يراد بها الرقبة المؤمنة. والرقبة يجب أن تكون سليمة من العيوب كما هو معلوم، والعيب غير مقبول في الكفارات وغير مقبول في الأضاحي، وكل ما يتقرب به إلى الله يجب أن يكون سليما من العيب، فلا يتقرب إلى الله بالعيب ولا يتقرب إلى الله بما فيه داء، وكل داء وكل شيء فيه داء لا يصلح أن يكون متقربا به إلى الله، لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب السليم الأحسن والأغلى والأكمل، ولا يلجأ المكفر إلى التكفير بشيء مما فيه العيوب، فيجب أن تكون سليمة مما يضر بالعمل إضرارا. وقد بين العلماء في كتب الفروع كيف تكون الرقبة معيبة، كيف تكون معيبة، فيجب أن تكون كاملة. ثم هذا الحديث فيه أن الرجل وقع في المحظور مع زوجته، فهل فيه دلالة على أنه لا يجب على الرجل والمرأة في الإفطار في رمضان بالجماع، هل فيه دليل على أنها لا تجب إلا كفارة واحدة؟ فهل تجب كفارتان أم كفارة واحدة؟ ذكر الحديث كفارة واحدة، ففيه دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، فلم يذكر أن على المرأة كفارة، وهو الأصح عند الشافعي وعند بعض أهل الظاهر. أما غيرهم فذهبوا إلى وجوبها على المرأة إذا طاوعته، فإن كانت مطاوعة له وجبت عليها كفارة كما وجبت عليه
كفارة، فيقال لها هل تجدين عتق رقبة؟ فإن قالت لا يقال لها هل تستطيعين صيام شهرين متتابعين؟ فإن قالت لا يقال لها هل تستطيعين إطعام 60 مسكينا؟ وتعرض عليها بالتدرج والترتيب خصال الكفارة كما عرضت على الرجل، هذا إن كانت مطاوعة. أما إن كانت مكرهة وملزمة فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. وقد يقال بأن الرواية لم تبين هل المرأة كانت مطاوعة أم كانت ممتنعة وألزمها وأجبرها، أم أنه وقع في المحظور في رمضان مع امرأة جاءت من سفر وهي مفطرة فلا يحظر عليها الجماع وإنما يحظر عليه هو، أما هي فهي مفطرة في يومها. وهلم جرا من الأسباب التي تجعل المرأة مفطرة؟ فإن كانت كذلك فلا شيء عليها. فالمقصود أن المطاوعة ألزمها مالك والإمام أحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه ألزموها بالكفارة إن كانت مطاوعة. وتأول هذا الحديث بأن هذه المرأة، امرأة هذا الرجل الأعرابي، ربما كانت ناسية أنها صائمة، ربما أكرهها، ربما كانت ممن يباح لها الفطر، هب أنه يباح لها الفطر لسبب من أسباب المرض أو الطهر من الحيض، كل ذلك وارد، ولم يذكر شيء من ذلك في الحديث. والمقصود هنا أن للعلماء مجال هنا في استنباط الأحكام فيما يخص هذا الحديث. قوله للأعرابي هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ ما معنى هل تستطيع؟ معنى هل تقدر؟ هل تستطيع بمعنى هل تقدر؟ هل تطيق؟ هل تقوى على صيام شهرين متتابعين؟ التتابع في الصيام لابد منه أم لا؟ هناك من لم يشترط التتابع، لكن التتابع هو شرط وهو ظاهر في الحديث وهو حجة الجمهور أكثر العلماء على أن التتابع ظاهر في الحديث. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ إذ المقصود ليس هو أن يصوم الفاعل الشهرين، إنما المقصود أن يصوم شهرين ومتتابعين، إذ صيام شهرين متفرقين أسهل عليه من صيام شهرين متتابعين. فالكفارة هي بشهرين متتابعين ليتحقق المقصد الشرعي، وفيها صعوبة لا توجد في صيام شهرين متفرقين لكنها متتابعان. وهل يفصل بينها شيء عند أهل العلم؟ يعني رجل بدأ صيام شهرين متتابعين ولما صام شهرا جاء العيد، هل يصوم الفطر أم هل يصوم الأضحى؟ بإجماع يحرم صيام العيدين بإجماع، وهما في التحريم أشد من الأيام الأخرى التي نهي عن الصيام فيها كالجمعة وكالسبت، هذه أشد كما قال أبو عمر بن عبد البر، الإجماع قائم على تحريم صيام العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. فهب أنه بدأ في الصيام ثم جاء العيد، هل يفطر أم لا؟ يفطر ويكمل. وهل يحسب له الاتصال؟ نعم يحسب له الاتصال.
صام شهر جاء العيد أفطر يوم العيد، لكن ثاني العيد يجب أن يعود إلى صيامه، ولا يقطع له الشهرين المتتابعين في الكفارة، لا يقطعها صيام يوم العيد، لأن صيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى محرم بإجماع كما نقل أهل العلم، ومنهم أبو عمر بن عبد البر القرطبي رحمه الله. والانتقال من الصوم إلى الإطعام فيه ذكر الاستطاعة أيضا، وكل مرتبة وخصلة من خصال الكفارة يقول عليه الصلاة والسلام له: هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ والمقصود أنه ينتقل من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته، وهكذا لا بد من هذا الأمر، وهو الانتقال من خصلة إلى خصلة. لما قال له في آخرها: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ كم؟ 60 مسكينا. لو أطعم 30 مسكينا مرتين، أطعم 30 مسكينا مرتين، كم تساوي؟ تساوي 60. جاء ب30 مسكين وأطعم كل مسكين إطعامين، كم صار من إطعام؟ 30 × 2 تساوي 60. هل يحسب له هذا الأمر أم لا؟ اجتهدوا، لا يحسب، لأن الشارع قال 60 مسكينا، فالمقصود 60 في العدد وليس 60 في الإطعام، أن يستفيد من الإطعام هؤلاء 60 كاملون. فلو جاء بمقدار إطعام 60 وأعطاه 10 لم يجزئه، أعطاه 30 أو 40 أو 50 لم يجزئه، إنما الإجزاء ما هو؟ أن يطعم 60 كاملة، فيحسب 60، يحسبهم 60، فيراعي عدد المساكين وأن يكملوا العدة 60 مسكينا، لأن الشارع قال إطعام 60 مسكينا، فهو صريح في استيعاب هذا العدد، وأن المكفر الذي يريد التكفير لا بد منه أو لا بد له أن يراعي هذا العدد، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء، خلافا لبعضهم الذين قالوا يطعم 40 مسكينا 20 صاعا، ومعنى ذلك أنه عوض ما يطعم 60 مسكينا هذا القدر من الآصع وهو 20 صاعا، قال سأطعم القدر 40 مسكينا، لا، يجب أن يكون 60 مسكينا كاملين. وقد أضاف الشارع الإطعام إليهم، قال أطعم 60 مسكينا، فوجب إطعام 60 مسكينا بالتمام والكمال. كم يعطي لكل مسكين؟ عند عامة الفقهاء يعطيه مدا، المد، كل مسكين يعطيه مد، مد من تمر، مد من شعير، مد من حنطة، مد من أرز، مد من شعرية، مد من لوبيا، عدس، علس، فاصوليا، جلبان، أي حاجة من هذه الأطعمة، مد، المد هو هذا، وأربعة أمداد هي التي تسمى الصاع، هي التي تسمى الصاع، فأكثر الفقهاء يقولون بالمد، وذهب بعضهم إلى المدين، والخلاف في المد والمدين لأجل قول الله تعالى في كفارة الحلف: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه الآية هي التي جعلت الفقهاء يختلفون ما هو الأوسط في الإطعام. قال بعضهم الأوسط في الإطعام مد، قال بعضهم الأوسط في الإطعام مدان، فأقله مد، وقد يكون المدان، وقد ينفصل عن الخلاف بعضهم ويقول أنا سأجعل الأكثر خروجا من الخلاف، وهما المدان وليس المد. لكن المد هو عند كثير من أهل العلم يكون لكل مسكين هذا المد، وهو ربع صاع. وقال بعضهم وهو المنسوب إلى أبي حنيفة يعطي لكل مسكين نصف صاع، والنصف صاع هو مداني. قال فمكث غير بعيد، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. قصة بلقيس مع سليمان، والهدهد هو الذي مكث غير بعيد. الهدهد يتكلم، والذئب يتكلم كما في السنة، والبقرة تتكلم كما في السنة، وكما في القرآن النملة تكلمت، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام تلك المدة ينتظر، والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.